تعال نكمل مع بعض. احنا امام شركة اسمها كينج اكوايرز استحوذت على 80% باون كومبانيز. طبعا في عندنا 100,000 outstanding voting shares، في عندهم هدول 100,000 سهم لهم حق التصويت في التداول. هذا الاستحواذ كان في جانيوري 1 2020، كان مقابل سعر للسهم الواحد 9.75 السهم الواحد. طبعا كان إجمالي المبلغ هو عبارة عن 780,000 دولار، هذا كاش كونسيدريشن، يعني شراء الأسهم مقابل نقدية. وهنا further assume that 20% non-controlling interest shares will، يعني برضو افترض انه 20% اللي خاصة بالnon-controlling interest اللي هي حقوق الأقلية او حقوق الغير مسيطرة، حقوق الناس اللي بيكملوا قيمة رأس مال الشركة، traded both before and after، يعني كانت تم تداولهم قبل وبعد عملية الاستحواذ، at an average price عشان التسهيل اعطاني متوسط سعر للسهم قبل الاستحواذ او بعده في بسعر للسهم 9.75. فبقول هنا the fair value of the bond to be used initially، طبعا مطلوب بنا نحسب قديش القيمة الكلية او fair market value للشركة. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هنا مطلوب بنا نشوف consideration transferred by King. طبعا King حولت 780 هذول اللي انتم شايفينهم، طبعا كان ممكن نحسبهم نقول كالآتي، اللي هو 100,000 ضرب 80% ضرب سعر السهم اللي شرته. تنسوش احنا ما شريناش ببريميوم، احنا شرينا بالقيمة السوقية للسهم الواحد، وبالتالي لاحظوا احنا شرينا 9.75، لكن لو الشركة شرته أكثر من 9.75 يكون في عندي حاجة اسمها يعني كنترول بريميوم. تمام، طبعا هذا هو المبلغ اللي اندفع. تمام، طبعا كان ممكن نصلها بطريقة تانية، يعني نقول طب هذا المبلغ بس يعني بيمثل 80% فقيمة الشركة قديش؟ طبعا كان حيطلع لي اللي هي قيمة الشركة بالفير ماركت فاليو at the acquisition date في تاريخ الاستحواذ اللي هو 975,000. طبعا non controlling interest كان ممكن نحسبها الفرق بين هذولا، او ممكن احنا يعني نضرب 20% اذا بدكم في الاجمالي هذا، يعني هذا ضرب 20. طبعا هذا زي ما تشوفين بيساوي نفس المجموع اللي انا بحكي عليه، بس هذه عبارة عن طريقة تانية للاحتساب، بس عشان اوريكم ممكن احنا نعمل كده وبالتالي يعطيني نفس الرقم.